السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنحل مجموعة من المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى ومن الرتبة الأولى. سنبدأ على بركة الله. نشوف عندنا 5 أنواع أو 6 من أنواع المعادلات التفاضلية، نكتبهم أنواع هذه ومن بعد نشوف كل واحدة كيفاش الحل بتاعها. أول نبدأ، وش هي معادلة تفاضلية؟ وش هي معادلة أما المجهول فيها هو عبارة عن دال، المجهول ليس عدد. كما نعرف احنا المعادلات، مثلا اكس المعادلة اكس زائد مثلا 2 يساوي 3، كما نجيب الاكس، الاكس نلقى عدد. من هنا المعادلة التفاضلية المجهول هنا عبارة عن دالة بدلالة اكس، دلالة متغير وليس عدد. اذا نبدأ انواع المعادلة التفاضلية، اجاي فتحة اجاي هو المجهول هنا بدلالة المشتقة، يعني معادلة تفاضلية بدلالة الدالة المشتقة، إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي صفر. هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى يعني أس واحد، الرتبة يعني إيكاك فتحة ماهيش إيكاك فتحتين، الرتبة الأولى والدرجة الأولى. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو إيكاك فتحة زائد إيكاك زائد ب يساوي صفر، هذا النوع الثاني من المعادلات. النوع الثالث إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي ب دو إكس، يعني بولينوم، يعني كثير حدود، كثير حدود من درجة، مهمش درجة، ما نبناش على حسب النوع تاع المعادلة، هذا من درجة واحد أو اثنين أو إن. نزيدو نشوفو النوع الرابع، إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي إكسبونسيال، يساوي إكسبونسيال أو سي ثابت في إكسبونسيال، دالة الإكسبونسيال أو دالة الأسية إكسبونسيال إم إكس. النوع الرابع من المعادلات إيكاك فتحة، أو الخامس إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي بي دو إكس، بولينوم يعني كثير حدود، إكسبونسيال دالة أسية أس إم إكس. معادلة النوع الثالث، النوع السادس، النوع السادس إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي، قلنا بولينوم في دالة أسية. الآن النوع الآخر هو بولينوم في دالة الكوسينيس أو السينيس، يعني بي دو إكس مضروب في دالة الكوسينيس، كوسينيس دوبلو في إكس أو بي دو إكس مضروب في دالة سينيس، سينيس دوبلو في إكس، يعني حالة هذه أو هذه. نزيد نروح الحالة السابعة، إيكاك فتحة زائد إيكاك يساوي، الآن هي دالة كوسينيس في الإكسبونسيف. النوع آخر هو دالة قلنا الكوسينيس أو السينيس في الإكسبونسيف. يعني هنا ألفا، ألفا هكذا، ألفا في كوسينيس دبليو في إكس بدالة إكسبونسيال إم إكس، أو ألفا في سينيس، أو ألفا ألفا هكذا، ألفا في سينيس، ألفا في سينيس دبليو في إكس مضروب في دالة الإكسبونسيال أو دالة الأسية.
exponential mx mx. هنشوف هذه الدوال أو المعادلة التفاضلية لدينا مشان 8 أو 7 أنواع من حزب مشاغلي من لدينا 7 أنواع من المعادلة التفاضلية. هنشوف كل معادلة كيفاش نجيب الحل تاعها. لدينا هذه الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. كم المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى والرتبة الأولى؟ مازلنا ما رحناش من الرتبة الثانية، يعني إيجا فتحتين. نبدأ بالأولى، الأولى كيفاش نحلها؟ لدينا إيجا فتحة، لدينا إيجا فتحة يساوي ند زائد ا إيجا يساوي الصفر. لدينا إيجا فتحة وش هي؟ هي نمو هي إيجا دو إكس زائد ا. نحلو هنا أحسن، نحلو أحسن هنا. إيجا فتحة ندو ال ا إيجا يساوي معناتها يساوي ا، أو بنمو بالناقص مو ا إيجا. هذا لدينا الحل تاعها الكامل نعرفه هو إيجا. هنا نحوس نجيبو قيمة إيجا وهو إيجا يساوي إكسبونسيال. الحل هو إيجا، الحل راح نجيب الحل ديريكت. إيجا يساوي لاندا 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 في إكسبونسيال ناقص أ إكس. هذا هو الحل. أما في هذه الحلقة راح نشوف كيف جبنا هذا الحل، كيف جا هذا الحل. لاندا لاندا ينتمي الى يعني عدد حقيقي. نشوفوا كيف جاء لدينا إيجا فتحة يساوي ناقص أ إيجا. دوكا إيجا فتحة وش هو؟ كامل البنا بلي إيجا هو المشتق بالنسبة لإكس، دالة بالنسبة لإكس، معناتها دي إيجا على دي إكس. معناتها أول شي يستلزم عن دي إيجا إيجاك على دي إكس يساوي ناقص أ إيجاك. إيجاك فتحة هو دي إيجاك على دي إكس. ندير رابع متناسب، لدينا دي إكس وش يساوي هذا على هذا، معناتها دي إيجاك على دي على إيجاك، أو بالقسمة قسمة الطرفين على إيجاك وش تعطينا؟ تعطينا دي إيجاك على إيجاك، ونضرب في الدي إكس في الطرفين وش تساوي؟ تساوي ناقص أ دي إكس. نقوم بالتكامل من الجهتين، التكامل من هنا والتكامل من هنا. لدينا ناقص أ ثابت ندوه منا، ناقص أ ثابت خارجه لنا التكامل الانتقال. دي إيجاك على إيجاك على دي إيجاك، عندنا إيجاك وهنا المشتق تاع إيجاك، واحدة على إيجاك أو واحدة على إيجاك، شنو هي الدالة الأصلية؟ شنو هي الدالة المشتقة؟ تعطينا واحدة على إيجاك، هي ألان إيجاك، معناتها ألان إيجاك بالقيمة المطلقة، وهنا شنو تساوي؟ عندنا دي إكس الواحد هنا، الواحد التكامل تاعو هو إكس، معناتها ناقص ها إكس. زائد ثابت سي، لدينا زائد ثابت سي أي تكامل زائد ثابت، وهنا زائد ثابت أيضا زائد ثابت، يعني كي نجمعهم مع بعضهم كان يعطينا ثابت. ثابت هذا غدا يكون نفسه أو يختلف، ليسونسيال هذا كي ندوه منه يعطينا ثابت زائد ثابت، ليسونسيال ثابت ما لبناش شحال قيمته. نحوسو حنا على إيكاك، القيمة هذي إيكاك، ندخلو إكسبونسيال في الجهتين، ندخلو السي، معنتها واش تعطينا؟ تعطينا إيجاك هنا تساوي ناقص أو إكسبونسيال، ناقص أ إكس
في اكسبونسيال سي، اكسبونسيال سي لأنه هذا في هذا تعطينا ناقص اي كزيد سي. هذا دوكا اكسبونسيال لدينا هنا، هذا القيمة المطلقة تاع إيكاك تعطينا إيكاك واش تساوي، تعطينا يا بالسالب يا بالموجب، يعني عدد نسموه لندا أو هذا دوكا إكسبونسيال سي نحطوه يساوي لندا، هذا نسموه لندا إكسبونسيال سي. ولدينا إيكاك هنا بالقيمة المطلقة يعطينا بالناقص أو بالموجب، واش معناتها؟ معناتها إكسبونسيال سي هذا قد يكون موجب قد يكون سالب، ليس الإكسبونسيال قصدي تولي ناقص إكسبونسيال سي مضروب في هذه أو إكسبونسيال سي مضروب في هذه، يعني قيمتين، يعني نحطوه لندا يساوي لندا، لندا هذا قد يكون ثابت أو قد يكون موجب قد يكون سالب، يعني ترجع كما تساوي إيكاك تساوي نحطوه لندا، يعني قيمتين لندا ياخذ قيمتين قد يكون بالموجب قد يكون بالسالب. يعني اكسبونسيال سي قد يكون هنا بالموجب ولا ناقص اكسبونسيال سي او زائد، لانه نيكاك اخذناه هنا بالقيمه المطلقه، يعني نحينا القيمه المطلقه ايش يعطينا؟ يعطينا اكسبونسيال ناقص ا. هذا هو الحل تاع المعادله التفاضليه الاولى، تسموه هذا الحل العام، الحل العام المعادله التفاضليه. نقدر نعوضه بنتأكد بلي هذا هو هنا اكس هنا اكس هنا اكس، وانا بنتأكد بلي صحيحة او غلطة الحل هذا ونعوضه هنا ايكاك عندنا ونشتقه نعوضه ايكاك نجيب المشتق نعوضه هنا زائد ا نضربه في الايكاك اسكو يساوي صفر ولا نلقاه نجده يساوي الصفر. اذا نقول بلي ايكاك هذا حل المعادلة التفاضلية هذه الاولى. نروح المعادلة التفاضلية الثانية، المعادلة التفاضلية الثانية كيفاش نحلها؟ نحلها بنفس الطريقة تاع لدينا، بنفس الطريقة واش لدينا؟ لدينا ندو منها تولي ناقص بي، ناقص بي نحلو المعادلة الثانية تولي إيكاك فتحة ناقص أي إيكاك ناقص بي، بعدها نخرجو أ عامل مشترك إيكاك فتحة يساوي نخرجو الأ عامل مشترك أو ناقص أ، نخرج ناقص ا عامل مشترك واش تبقانا؟ تبقانا ايكاك ناقص او زائد، نخرج ا فقط نخرج بالناقص ام نخرج هما بالناقص، ناقص او زائد بي على ا، بي على ا. بعدها ايكاك فتحة قلنا واش يساوي؟ هذا ايكاك فتحة يساوي دي ايكاك على دي اكس يساوي دي إيكاك على دي إكس، دوكا بنقسم على إيكاك زائد بي على أ نقسم على الطرفين واش تعطينا؟ نقسم على الطرفين تعطينا دي إيكاك تعطينا دي إيكاك على نقسم على إيكاك زائد بي على أ، إيكاك زائد بي على أ، بي على أ، وهنا اش تساوي؟ بنضرب طرفين في دي إكس، اش تعطينا؟ تعطينا ناقص أ دي إكس. دوك ندخلو التكامل من الجهتين، ندخلو التكامل من الجهتين، ندخلو التكامل من هنا، الآن اش تعطينا هذي؟ واحد على الدالة المشتق تاع إيكاك هو الواحد، يعني الدالة على المشتق تاعها. الدالة تحت الدالة الفوق المشتقة تاعها التكامل تاعها هي شيء هي ألان، الدالة لوغاريتمية تعطينا ألان بالقيمة المطلقة تاع هذي، القيمة المطلقة تاع هذي واش تساوي؟ هذي التكامل تاع الواحد هو إكس تعطينا ناقص أ إكس ناقص أ إكس. إذا ندخلو الأسية من الجهتين، ندخل الإكسبونسيال من الجهتين تصبح إيكاك زائد بي على أ
يساوي اكسبونسيال اكسبونسيال ناقص ا اكس. عندنا زائد سي ايضا زائد سي هنا تتكلم زائد سي وانت اكسبونسيال ناقص ا اكس اكس اكسبونسيال سي. هنا لدينا هذه تساوي موجبة او سالبة، يعني القيمة المطلقة كنا نحن القيمة المطلقة تعطينا بالموجب او بالسالب. نأخذها لاندا اكسبونسيال سي، لاندا ولاندا هذيك نديرها تنتمي لـ A كامل، يعني موجبة وسالبة في نفس الوقت، يعني قد تكون موجبة قد تكون سالبة. هذه اكسبونسيال سي دوك نديرها هذه كامل تساوي لاندا كما هكا. هكذا نحطو اكسبونسيال سي اكسبونسيال سي تساوي لاندا تساوي لاندا هكا. إذا نكمل نكمل شحال عندنا إيكغيك زائد أبي ندو أبي من هنا، معناتها إيش تصبح؟ معناتها إيكغيك تساوي تساوي لامدا لامدا في إكسبونسيال ناقص أ إكس. ندو البي على أ ندو هالجهة من هي تولي بالناقص ناقص بي على أ بي على أ. هذا حل معادلة تفاضلية من الشكل إيكغيك فتحة يساوي أ إيكغيك زائد بي. هذا هو الحل المعادلة التفاضلية هذه. نكمل مع المعادلة التفاضلية رقم ثلاثة. معادلة التفاضلية رقم ثلاثة هذه نشوفوا هنا بلي كاين كتاع حدود كتاع حدود بي دو إكس. دوك بي دو إكس هذا إيش يساوي؟ مثلا كتاع حدود من درجة أن ومن درجة اثنان ومن درجة ثلاثة. ناخذ مثال نشوفوا هو الحل، نمدوا الحل وش هو الحل وش حيكون؟ حيكون إيكغيك إيكغيك حيكون بالشكل إيكغيك أش زائد إيكغيك بي، يعني حل عام وحل خاص. الحل العام هو على بالنا بيه وش هو؟ هو يساوي إكسبونسيال لاندا لاندا في إكسبونسيال و أ إكس ناقص أ إكس. أما الحل الخاص، الحل الخاص حيكون إيكغيك بي حيكون من شكل أ على حسب درجة تاع البولينوم. هنا في هذا البولينوم من درجة ثانية، مثلا إكس مربع زائد اثنين إكس ناقص واحد مثلا هكذا. إذا الدرجة تاع الحل هذا البولينوم حيكون إكس من درجة ثانية، معناتها أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. دوكا الهدف هو حنجيبو ثوابت الأ والبي والسي. الأ والبي والسي الأ ليست هذه أ، يعني ليست الأ المذكورة هنا مش نفس هذه، أنا نوم تكون معطاة معطاة خمسة خمسة هيك. أنا في اللي قلت الأ يعني من الشكل، أقصد من الشكل هكذا هيكون الحل من الشكل أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. راح نجيبو الحل هذا وفاش نجيبو إيكغيك بي بالتعب. نحسبو إيكغيك بي المشتق شو يساوي إيكغيك بي كي نشتقوه شو يعطينا؟ هذا قلنا الحل الخاص نشتقوه يعطينا اثنين أ إكس زائد بي. وإيكغيك بي ها وينو؟ راح نعوضو في المعادلة، نعوضو في المعادلة، نعوضو بالإيكغيك فتحة شو تعطينا؟ اثنين أ إكس زائد بي زائد خمسة في إيكغيك بي. إيكغيك بي وش هو؟ ها وينو؟ هذا هو إيكغيك بي وش يساوي؟ هيساوي لنا هذا إكس مربع زائد اثنين إكس ناقص واحد. بعدها راح ننشر ونقوم بالمطابقة. عندنا اثنين أ إكس زائد بي زائد خمسة أ إكس مربع زائد خمسة بي إكس
زائد 5 سي يساوي اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 1. بعدها نقوم بالجمع اللي فيهم، هنا لدينا 5 اكس مربع، 5 اكس مربع زائد، نشوف اللي فيهم اكس، هنا عندنا 2 ا 5 بي، معناتها عندنا 2 ا زائد 5 بي الكل في اكس، زائد 5 سي زائد بي يساوي اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 1. نقوم بالمطابقة، عندنا المضروبين في الاكس، عندنا 2 ا زائد 5 بي يساوي 2، هنا المضروب في الاكس، وعندنا هنا 5 ا يساوي 1، وعندنا 5 سي زائد بي يساوي ناقص 1. نحلو على شكل جملة، نحلو على شكل جملة، نطبقو لكل درجة نطبقوه، هنا البي نطبقوه مع البي، سي نطبقوه مع سي، هذا عبارة كامل عن سي، عن ناقص 1. إذا عدنا 5 ا يساوي 1، 5 ا يساوي 1 معناتها يستلزم ا يساوي 1/5. عدنا 2 ا، يعني 2/5، الا هو 1/5، يعني 2/5 زائد 5 بي يساوي 2. ندو 2/5 من هي، ما تشتغل، تبقى لنا 5 بي يساوي ناقص 1، عفوا يساوي 2 ناقص 2 ناقص 2/5، شو يعطيني 12، تبقى لنا 8/5، يساوي 8/5، 8/5 نقسم على 5 طرفين، نقسم على 5 طرفين تعطينا 8/25، معناتها بي يساوي 8/25 تصبح عادة. عدنا 5 سي زائد بي يساوي ناقص 1، معناتها البي 8/25 معناتها 5 سي يساوي ناقص 1 ناقص 8/25، معناها نوحد المقامات هنا، ناقص 1 نضربه في 25 تعطينا ناقص 25، ناقص 8 ناقص 33/25 معناتها 5 سي تساوي ناقص 33/25 معناتها سي تساوي ناقص 33/25 25 في 5 125. وجدنا الثوابت، نعوضهم فقط، نجد هو الحل، معناتها إيكغيك يساوي إيكغيك أش زائد إيكغيك بي. نعوض قيمة الـ A 1/5، الـ B نعوضها بقيمتها، الـ B 8/25، نعوض الـ C بقيمتها، ناقص 33/25. هذا هو الحل، بنتأكدوا بلي الحل صحيح ولا لا، راح نهز هذا الحل إيكغيك ونعوضه في المعادلة، يعني نعوضه هنا بالمشتقة تاعه، وهنا نعوضه ذلك نضربه في 5، وهذا الجهة ندوها منه ونشوف اسكو تساوي 0 ولا لا، والله هذه الجهة تساوي هذه الجهة، هنا نتأكد بلي الحل هذاك مش غلط. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، لكي تكون ما تكونش مملة، هنكمل المعادلات الباقية في فيديو آخر ستجده هنا في القناة، وسأضع رابط تاعو أسفل الفيديو في الوصف.
أشكركم على المتابعة، لا تنسوا المتابعة للقناة والإعجاب بالفيديو ليصل للمزيد أو يحفزنا على نشر المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.